تهديدا للأسرى في سجون الاحتلال ودعما لأهالينا في القدس ونابلس وجنين من يتعرضون لأبشع الجرائم من قبل الاحتلال ومستوطنيه. نظمت القوى والفعاليات الوطنية في بيت لحم وقفة تضامنية في ساحة المهد بمشاركة أبناء المجتمع المحلي ورجال الدين مسلمين ومسيحيين. اليوم وكل يوم واجب على شعبنا وعلى أمتنا أن تناصر أسرانا وأن تطالب بالإفراج عن هؤلاء الأسرى اللي منهم المريض ومنهم الصغير ومنهم الكبير ومنهم المرأة ومنهم الرجل ومنهم الشاب. وإحنا هنا كما ترون رجال الدين المسيحيين مع المسلمين مع الفصائل مع كل قطاعات شعبنا، كلنا سندا لهؤلاء الأسرى. سندينا لكي نقف وقفة صلاة ومناشدة من أجل تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، مناشدة للأسرى الدولية التي أصبحت في هذه الأشهر الأخيرة صماء وأصبحت القضية الفلسطينية نسياً منسياً. جئنا نذكر العالم وضمير العالم بأن هنالك أكثر من 5000 أو 6000 أسير. صور الأسرى وأعلام فلسطين طغت على المكان في صورة وحدة وطنية ودينية ورسالة تقول إن شعبنا موحد ضد إجراءات الاحتلال. رسالتنا لشعبنا بأن نتوحد وبأن نكون موحدين في مواجهة هذا الاحتلال ومتأكدين من النصر، لأن النصر قادم قاب قوسين أو أدنى. هذه هي رسالة الأنبياء، رسالة الشهداء، رسالة الأسرى، رسالة الأرض المقدسة، رسالة القيادة الفلسطينية التي طاف العالم ليوصلها إلى كل العالم. وذلك نقول نحن كحكومة وسلطة وقيادة وشعب وبجميع الفصائل نقف موحدين. إحنا بنحكي إنه من حق أسرانا إنه ينفرج عنهم ويعيشوا بحرية مثل باقي العالم. بنحكي للاحتلال لابد إنه هو إلى زوال، وإنه إحنا قضيتنا إن شاء الله قضية عادلة وإن شاء الله يتحرروا أسرانا. وحسب نادي الأسير فإن 5300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام الجاري. حياة حمدان، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.